للمزيد حول هذا الموضوع انضم إلينا عبر الهاتف مستشار وزير الداخلية للشؤون السياسية عبد الرحيم العولقي، مرحبا بك. في كل مفاوضات للإفراج عن أسرى ومعتقلين تكون الحكومة الشرعية هي الطرف الأكثر سخاء فيما يتعلق بأعداد من ستفرج عنهم، 21 من أسرى الجيش الوطني مقابل 37 من أسرى ميليشيا الانتقالي، لماذا لا تتساوى الأعداد على الأقل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير ومشاهدينا الكرام. طبعا زي ما سردت في تقريرك انه هذه الصفقة تمت بجهود المشايخ وأحيان وبعض قيادات عسكرية، وطرحت الأسماء الذي تم اعتقالها من طرف قوات الجيش والأمن، وكذلك الأسماء الذي اعتقلتها ميليشيات الانتقالي الإماراتية. وعلى ضوء هذه الأسماء تم الإفراج عنهم، وتبقى يعني بعض الأشخاص الذي عليهم قضايا جنائية وما شابه ذلك، وهذه بالنسبة لنا تعتبر خطوة جيدة فيما يخص الأسرى. أما بالنسبة للملف السياسي والعسكري، نعم، هذا لا زال ملف معقد، وأنا منذ بدايات طرحنا الكثير أنه دائما الميليشيات لا تملك القرار، لا تملك رؤيه سياسيه واضحه. والاخ الرئيس عبد الله منصور يعني اعطاهم الفرصه، تلو الفرصه. فاعتقد انه كما مات يعني منذ بدايه هذا الجنين الاتفاق الذي صار في الرياض، مات سابقا ولاحقا. نعم، اذا كانت هذه الصفقه خطوه اولى، فاين تضعون أقدامكم في الخطوة الثانية؟ ما هي الخطوة الثانية التي يمكن أن تصل إليها الاتفاقات بين الحكومة الشرعية وميليشيا الانتقالي؟ الخطوة الثانية بالنسبة لنا هناك يعني لابد من إعادة مؤسسات الدولة. نعم. ويعود الجيش والأمن إلى المناطق التي تم احتلالها من قبل هذه الميليشيات. ومن أراد أن يكون شريك في الأمن والجيش كما رحب رئيس عبد الرب منصور سينضم ويكون يعني هم جزء يتجزأوا من أبناء الجنوب ونعترف بهم، لكن لن نسمح أنه يستخدمهم الغير لمشاريع يرفضها هذا الشعب خارج إدارة الدولة الشرعية. بلادنا كل يوم تزداد سوءا في العامل الاقتصادي، ولا بد من حل لهذه الازمه. اخواننا في المجلس الانتقالي اذا رجعوا الى صوابهم، نعم، ورجعوا ان يريدوا ان يكونوا شركاء في دوله الشرعيه، الخط امامهم مفتوح. واذا ارادوا ان يكونوا يعني مجرد يعني اداه للخير لمشاريع يرفضها شعبنا وقيادتنا، هم سيكونوا الخسران طبعا. بالنسبة لمستقبل المعارك المتقطعة بين الحكومة الشرعية والجيش الوطني من ناحية وميليشيا الانتقالي من ناحية أخرى، ماذا تتوقعون لهذه المعارك؟ هل ستستمر أم ستتوقف؟ الخيارات مفتوحة بالنسبة لقيادة الجيش والأمن في الشرعية، لكن نحن لدينا قيادة سياسية يعني تحاول ان تعطي فرصه لاخواننا في المملكه العربيه السعوديه ان يوصلوا الى حل، ان يقتنعوا ان هناك لا فائده في التعامل مع ميليشيات، سواء ميليشيات الحوثي او ميليشيات الانتقالي، ولا بد من اعاده هيبه الدوله واعاده دوله المؤسسات. الاخوان استخدموا كل الوسائل بما فيها الطيران. نعم. وانتم تدركوا استخدم اخر شيء قبل ليلتين يعني على مواقع الجيش والامن، لكن الأبطال الذين صمدوا وصامدون في هذا المكان لن يزحزحهم شيء، بإذن الله يعني داخلون زنجبار وداخلون عدن، والخيارات يعني أمامنا مفتوحة في المرحلة القادمة. نعم، عبد الرحيم العولقي مستشار وزير الداخلية، شكرا جزيلا لك.